أهلا بك في فتافيت بيك هاوس. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية خالدة. تخيلت المطبخ بيكون أكبر، يعني في شيف البيت وخبز وطلبات وشغل ثقيل. تخيلت المطبخ لازم يكون كبير ولا لا؟ في بيتي احنا اولا وثانيا، دائما اول ما تدخلي المدرسة دائما يقولوك لك لازم تتدربي انك تشتغلي في محل صغير ويكون الانتاج كبير. يعني ما يضر ابدا المطبخ صغير، المعدات اهم شيء تكون المعدات الصحيحة. ايوه، لا اهم شيء انه يكون عندك كل الاشياء اللي تحتاجيها، وبالعكس الانتاج يكون اسرع. ايش المخبوزات اللي تعمليها في فتافيت بيك هاوس؟ يعني ايش المنيو؟ اوكي، في عندنا زي ما انتي شايفه هذه اول منتج حطيناها في فتافيت، اللي هي ريحتها تاخذ العقل. اللي هي الهيفنلي شوكليت كيك، وعندنا الفانيلا كلاود كمان، وعندنا انا احب دائما انه اغير في المنيو، ففي اشياء اللي دائما تكون في القائمه، وفي بعض الاشياء اللي هي تكون موسميه مثل ايش مثلا؟ زي اللي قلت لك عليها، هي كيكة الكرك اللي دائما احطها على وقت رمضان.